اسلام ومرحبا بكم من جديد، معكم الشيف سليم كما تعودتوا. اليوم عندي لكم دبارة باهية وحاجة بنينة كالعادة. اليوم اخترت نعمل لكم سلطة روس، سلطة بنينة على الاخر. نقدر نقول لكم على المكونات اللي هي تكون من بطاطا، قصها دي كيوب نحطها تتسمط معها، كيف جلبانة طيبة شوية معها السكالوب ولا بلون بولي ولا حتى الدجاج نورمال يطيب. المهم بدي تفتفت، معناها مش كيما مش معناها تروف كبار، المهم في تروف مفتفتين. عندنا كيف زاد معاهم الكاروت اللي هي سفنيريا مصموطة كيف، نطيبوهم هذوما كل كيما قلت لكم، نفوحوهم زاد كيف، والفاح نتاعهم اللي هو شوية في الأكحل ماذا بينا هكا، هو شوية زيت ولا حتى زيت ما نعملوش خاطر باش تفوح بالمايونيز، هاي فهمتوني. سلطة بنينة برشا حبيت نودكم بها، باش نوريكم توا كيفاش نعملوا الديكور. حبيت نختار لكم حاجة ديكور معناها صغيرة وللناس كل تساعد، كيما قالب كيما تراو فيه كي نعملوا فيه السلاد. نبداو نعبيو السلاد تاعنا في القالب، نحطوا القالب في الصحن هكايا، نعبيو السلاد لين القالب كل يتملى باش الفور ما تشدنا بالكدا ما تهلكش من بعد. كيما تراو فيا لهنا حطيت سلطة روس نتاعنا، دوب نحط السلطة في القالب تاعنا كيما تراو لهنا. هذه السلطة نتاعنا ناخذو تاو ليتيو سوفاج نزينو بيه، نحطو زوز ورقات نتاع ليتيو سوفاج على المنظر خاطر منظرها أحقير من ليتيو نورمال. اوكي، نجمو نعملو الزينة نتاعنا هكا مثلا سامبل على الاخر. انا عندي صوص هذايا ديما بلزاميك ولا اي صوص، حاجة ديما نعمل ديكور باش الحاجة معناها العباد تاكل بالعينين، خاطر نعملو ديكوراسيون نتاع الصحن نتاعنا كيما تراو فيه هكا، سهلة برشا وهكا تكون حضرة السلاد نتاعنا اللي هي سلاد روس. كيما قلت لكم على المكونات جربوها راهي بنينة برشا وباش تعجبكم، مرحبا بكم. كيما كنتوا تشوفوا فينا وتابعتونا عملت لكم لونطري اللي هي سلاد روس، زيدا كيف حبيت نعمل لكم مكروني اسكارجو اللي هي مقرونة بابوش. الفارس نتاعها معناها معروف على الاخر، نجمو نحنا نبدلو اللي فارس كيما نحبو نحنا على اختيارنا، ثم خاطر ثم حاجات ما ياكلوهمش العباد، اما انا فارس اخترت نعملو اليوم اللي هو العادي على الاخر اللي هو ابينار الحم مفروم وجوتا. هذا هو الفارس. بالنسبه للمقرونه نطيبها انا شطر تياب ولا حتى اكثر شويه باش نجم تفرسيها مليح باش ما تقلقكش معناها ما تقطعش الورقه نتاع البات في يدك. هذه المقارونة اللي قلت لكم عليها، وهذه صحن الكروز اللي نزينوا به ديما في المقرونه نتاعنا، وتبيع تجي صوص بلونش من فوق واللي هي بالكريم فريش شويه فلفل اكحل شويه ملح، نطيبوها على البوال ديما. باش نبدا تو نفرسي في المقرونه وتشوفوني كيفاش. ناخذ الفارس نعبيه في وسط المقرونه تاعنا هكا، ما نعبيوش برشا برشا، نحطوا مقرونه نحطها واقفه كعبه المقرونه هكا مش طايحه. هذه المقرونة نتاعنا قاعد نفرسي فيها، نبيو المقرونة نتاعنا كيما تراوني هكا، نحطوها في الصحن، إذا بينا باش نبو بعضهم كيما تشوفوا فيا. نزيدو نفرسيو زوز ولا كعبة أخرى، نتشجع الصحن نتاعنا كيما كنتو تشوفو فينا. هذيا مقرونة اسكارجو
اللي واتكم بالي هي مقرونه طليانيه. نعاود نذكركم بالفارس اللي هو الحم مفروم يتفوح ويتيب الاكوال معاها البينار كيف كيف يذبل كيف كيف، ومن بعد نخلطوا عليه الجوتا والمقرونه تكون اكثر من نص طياب بشويه. من بعد نفرسيه ونحطوا الفارس نتاعنا في وسط المقرونه، ونحضروا الصوص بلانش نتاعنا كيما قلت لكم. زيد نعاود لكم مره اخرى اللي هي تتحط الكريم فريش في البوال، شويه في الاكحل شويه ملح، نخليها تخفى باش ما عادش تولي فيها مطعم الحليب، باش ما تقلقناش وتبدا بنينه برشا. بالنسبه للمقرونه وريتكم كيفاش تفرسيوها، ولهنا حاضره في الصحن الكروز نتاعنا. تو باش نوريكم الصوص كيفاش تتحط من فوق، باش ديما تقعد لنا بنينه وما تجيش مرنخه برشا بالصوص. نحطوا شويه كامل فوق على جناب باش تغمنا الفارس تاعنا. لهنا كالعاده ناخذوا الصوص تاع الديكور تاعنا، وكي نكونوا كملنا حلقه نتاع اليوم. ان شاء الله فيها حلقه مخير، وان شاء الله نودكم بحاجه ما احسن. مرحبا بكم.